لأن الحاجة أم الاختراع كما قيل، انبرى عدد من شباب محافظة المثنى لإنشاء مجموعة طبية حملت اسمه مؤسسة ضفاف الرافدين للصحة العامة، فكانت بوابة لمساعدة العائلات الفقيرة التي لا تتحمل تكاليف العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة. ويشرح أحمد الياسري أحد أعضاء المؤسسة فكرة المشروع وتحولها لاحقاً إلى مؤسسة صحية معترف بها رسمياً. ارتئينا أنه نشكل فريق، عددنا لا يتجاوز أكثر من 7 أشخاص. شكلنا هذا الفريق من منطلق بدائي أنه سميناه المشروع الطبي الخيري، نرصد الحالة، نعاينها، نطلع للبيت نشوف الحالة، تستوجب عملية نسوي عملية، تستوجب معاينة الدكتور وطبيب ننتقل بالمريض إلى الطبيب، صيدلية، المختبر، الدكتور، كله بالمجان. من بعد ما تطور العمل كثرة الحالات عندنا، وصلنا لأكثر من 400 عملية مجانية، يعني أكثر من ما يقارب 3000 مراجعة خلال الفترة السابقة. ارتئينا أنه هو نسجل الفريق الطب الخيري، نسجله كمؤسسة. وفي المحافظة التي تفوق فيها نسبة الفقر 52% من مجموع السكان وتفتقر للرعاية الصحية الحكومية، وجدت المؤسسة بيئة خصبة لتطورها وانتشارها، فباتت تضم عشرات الأطباء من مختلف الاختصاصات يقدمون خدماتهم بالمجان. مشروع الطب الخيري متعاونين ويا أكثر من 150 طبيب من داخل المحافظة ومن خارجها على جميع الاختصاصات، بالإضافة إلى المراكز التعاونية اللي متعاونة ويانا من خارج المحافظة مثل مركز القلب وفي النجف الأشرف، بعض الأطباء والمستشفيات اللي يتم التعاون ويانا وفي بغداد أيضا وفي المناطق الشمالية، وحتى تم خارج قطر العراق لدينا تم إجراء عمليات في الهند وإيران وفي تركيا. الحمد لله والشكر، هذا نسبة الإنجاز التي وصلت لها العمليات 450 عملية تقريبيا خلال السنوات التي عملنا بها في هذه المبادرة. أساس هذا المشروع وأساس تكوين المشروع اللي المحافظة تفتقر للعديد من الأشياء الصحية أو الأشياء اللي تختص الطب كمراكز للأمراض الصعبة، منها القلب ومنها السرطان ومنها الأورام وعديد من الأمراض تفتقر هذه المحافظة إلى، بالإضافة إلى المختبرات، بالإضافة إلى كافة المجالات الصحية. ورغم الصعوبات المادية واللوجستية التي واجهت فريق مؤسسة ضفاف الرافدين، إلا أن القائمين عليها أبدوا إصراراً على مواصلة دعم وتطوير هذا المشروع الفريد من نوعه على مستوى العراق.